السلام عليكم الأخوات والإخوان، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكونوا إن شاء الله في صحة جيدة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الأخوات غادي نحضر معكم واحد الحليب مركز سهل التحضير. غادي نحتاجوا فيه الكأس ونصف من السكر، كأس ونصف من السكر، وغادي نحتاجوا 3 كؤوس من الحليب. اذا غادي نبدا نحضر هذا الخليط ديالي. غادي ندير الكاس ونصف من السكر، نديرهم في شي كسرونه، وغادي نضيف عليهم 3 كؤوس من الحليب. طريقه سهله، 3 كؤوس من الحليب، نفس الكاس اللي عبرنا به السكر كنعبروا به الحليب. اذا غادي نخلط هذا الخليط. غادي ندير هذا الخليط على نار متوسطه، ما تكونش النار مجهده، نار متوسطه، ومره مره غادي نخلط هذا الخليط هذا. تقريبا الوقت اللي كيشد بين نصف ساعه حتى ال 45 دقيقه. نتوما غادي تشوفوا مع التخليط، غادي تشوفوا على حسب القوام اللي تحصلوا على قوام اللي هو كثيف، صافي كطفوا عليه العافيه. اذا اول حاجه غادي نديرو فوق النار على نار متوسطه. هذا الحليب مره مره غادي نحركوه، مره مره نحركوه باش ما يلصقش لينا. انا هنا عندي ما عندي كسرونه ما كتلصقش، ولكن نتوما الا كانت عندكم كسرونه عاديه حركوه مره مره، ضروري نحركوه. البنات هنا راه كنشوفوا اللون ديالو بدا كيتبدل، غادي نخلوه مع التحريك مره مره. البنات هنا هذاك الحليب والسكر راه بدا كيتغير القوام ديالو. هنا راه داك الحليب المركز راه بدا كيختار، ملي كدوز عليه تقريبا واحد نصف ساعه كيكون على هذا الشكل هذا. اذا غادي نخليه مازال واحد شويه، غنخليه مازال واحد 10 دقائق وغادي نطفي عليه. نتوما شوفوا القوام اللي بغيتو، انا بغيتو يكون يعني يكون ما يكونش ثقيل بزاف، يعني 40 دقيقه تقريبا 40 دقيقه وطفوا عليه. كنشوفوا القوام كيفاش ولا ديال هذا الحليب المركز، راه ملي غادي نخلوه يبرد غادي يزيد يعقاد هذا الحليب المركز. اذا انا غادي نخليه مازال واحد 5 دقائق وغادي نطفي عليه. صافي البنات راه طفيت عليه، هذا هو اللون اللي بغيت نحصل عليه، ما بغيتش يكون اللون ديالو غامق. هذا هو اللون ديال كيما هكا كيكون الحليب المركز، هذا هو اللون ديالو. اذا غادي نخليه يبرد واحد شويه باش نشوفوا ان شاء الله النتيجه النهائيه. اخوات هذه هي النتيجه النهائيه ديال الحليب المركز ديالنا، راه كيكون على هذا الشكل، طريقه سهله وصراحه النتيجه تماما بحال الحليب المركز اللي كنشرو من المحلات التجاريه. صراحه ما كاينش الفرق، والثمن اللي كنشرو به الحليب المركز راه كيكون شويه غالي في المحلات التجاريه. اذا نحضروه في البيوت ديالنا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، ما تنساوش اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وخليتكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.